الفيلم الوثائقي بزاكورا هو كما قلت لك صوره لجميع التظاهرات الثقافيه والفنيه اللي كاينه بزاكورا، ودائما الحمد لله التظاهرات الثقافيه اللي كتكون في مدينه زاكورا في المركز الثقافي وفضاءات اخرى هنا بالمدينه وبالاقليم دائما كتعرف نجاح مبهر، لانه كما قلت لك عزيز جلالو مدير المركز الثقافي بزاكورا سعداء جدا بمنبر العين وايضا صفحه يوميه المبرع على الاستضافه الكريمه. مرحبا بكم في المركز الثقافي بزاكورا. اليوم كنعيشوا اجواء فعاليه الدور 11 للملتقى والمهرجان الدولي العربي الافريقي للفيلم الوثائقي بزاكورا اللي كتنظمه جمعيه الفيلم الوثائقي بزاكورا برئاسه الأستاذ هشام بحفيظ اللي هو سيناريست وأيضا مخرج أفلام. إحنا سعداء جدا لأنه المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي يعتبر جزء من فسيفساء الفعل الثقافي والفني هنا بمدينة زاكورا اللي كتعرف واحد الزخم واحد الدينامية ثقافية على مدار ديال السنة، لأنه هذا الشخص الإنسان الشهم المحترم الأنيق بالهندام ديالو والأنيق في الفكر ديالو، الروح ديالته الطاهره كانت حاضره معنا البح في افتتاح ديال الدوره 11 مع الاسره ديالته. يعني انه عشنا واحد اللحظه انسانيه، واحد اللحظه اسريه، لانه كما يحلو لي ان اناديه بالحاج او بالقرنف كان حاضر البح بالروح ديالو الطاهره، تنترجم الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره ليه وجنه الخلد، لانه واحد انسان محترم، انسان لم يكن يوما معرقلا للفعل الثقافي بل كان من بنات ومن حماة الفعل الثقافي والجمعوي وديال الطفوله في اقليم ديال زاكورا. سي عزيز عزاؤنا واحد ولا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، الله يرحمه ويغفر له ويجعل القبر ديالو روضه من رياض الجنه. وسعداء جدا في المركز الثقافي باعتبارنا ممثل لقطاع الثقافه هنا باقليم زاكورا انه هذه الحركه الثقافيه تستمر بواحد مجموعه ديال التظاهرات الثقافيه والفنيه المتنوعه اللي مرتبطه بالمسرح، مرتبطه بالسينما، مرتبطه بالفنون التشكيليه بالحكايه. يعني انه زاكورا على مدار السنه كتعرف تنظيم تظاهرات المهرجان الدولي للحكايه، المهرجان الدولي للمسرح اللي كتنظمو الفينيق، ايضا الاخوان في مركز القصبه، ايضا الفيلم الوثائقي، الفيلم السينما عبر الصحراء، الاخوان خالد شهيد وعزيز خوادره، ايضا مهرجانات ديال الفنون التشكيليه ديال الحكايه، مجموعه ديال التظاهرات الثقافيه اللي كتعرفها زاكورا، ايضا الرحال ترى قلت على مدار ديال الاقليم ولا النفوذ الترابي ديال الاقليم كاينه حركه ثقافيه، وحنا سعداء جدا لانه الفاعلين الثقافيين وايضا السلطات العموميه كتكون يد واحده ويد تشاركيه من اجل انه انجاح هذه التظاهرات، لانه الاهم في هذا التنظيم ديال التظاهرات هو الصوره ديال المدينه وديال الاقليم. وزاكورا معروفه بالعمل الجمعوي ديالها والعمل الثقافي. مشكور السيد العامل وايضا كل السلطات، المجلس الاقليمي، المجلس البلدي، جمعيات المجتمع المدني اللي تكاتفة صراحة ويد في يد من أجل تطوير الفعل الثقافي هنا بزاكورا. والحمد لله هذا السرح الثقافي المركز الثقافي هو ديال الجميع ماشي ديال وزارة الثقافة بوحدها، تنقولوا زعما حنا اللي خدامين كموظفين ديال الوزارة، ولكن أيضا هو صرح ديال الإقليم، وحنا كنعتزوا بالإحداث ديال هذا الصرح من 2007 اللي يعتبر مركز ثقافي ريادي وطنيا وحصلنا على جوائز من طرف وزارة الثقافة. يعني أنه هذا الزخم الثقافي والفني تشفع علينا بأنه زاكورا تعتبر مركز ثقافي ماشي هامش ثقافي، وأيضا التاريخ ديالها والحضارة ديالها والهوية ديالها كتحدث عليها في النقوش الصخرية ما قبل التاريخ في العصر الحديث مع الإمبراطورية اللي حكمت المغرب وانطلقت من وادي درعا من زاكورا الدولة السعدية الدولة العلوية. يعني أنه هذه المنطقة هي منطقة التاريخ، منطقة للتسامح، منطقة للاختلاف، منطقة للجود والكرم، منطقة ديال الأمن والأمان. الفيلم الوثائقي بزاكورا هو كما قلت لك صورة لجميع التظاهرات الثقافية والفنية اللي كاينة بزاكورا، ودائما الحمد لله التظاهرات الثقافية اللي كتكون في مدينة زاكورا في المركز الثقافي وفضاءات أخرى هنا بالمدينة وبالإقليم دائما كتعرف نجاح مبهر، لأنه كما قلت لك عندنا حنا تشاركي هنا في زاكورا، ما عندناش شي واحد يقول أنا غنخدم بوحدي، عندنا
تنخدم مع اي واحد، لانه الاهم عندنا هو الصوره ديال المدينه وتسويق الصوره ديال الاقليم، لانه هذا هو الهدف الاسمى، لانه كما قلت لك زكوره ايضا تساهم في الرواج الثقافي الوطني. زكوره فيها طاقات، فيها مواهب اللي ايضا في الرياضه، في كره القدم، في جميع الرياضات، في الاقتصاد، يعني انه زكوره ايضا هي واحد الفضاء وطني مواطن يعتز بالمغربيه ديالته، من البوغاز الى الصحراء المغربيه تحت القياده الراشده ديال سيدنا. يعني انه حنا سعداء جدا لان التظاهرات الثقافيه كتمر في اجواء جد جد حسنه، وهذا هو الشعار ديالنا، لانه تنقولوا المركز الثقافي بزكوره كممثل لقطاع الثقافه هو فضاء يتسع للجميع، لانه حنا كنديروا فعل ثقافي هادف ومثمر، الاساس منه محاربه الظواهر الماشينه ومحاربه السلوكات اللي ديال الانحراف. يعني انه هذا المركز هذا ومجموعه ديال الفضاءات كدار الشباب مع الاستاذ سعيد، يعني انه كنحاولوا اننا نحاربوا هذه الظواهر ديال الانحراف في المدينه. والحمد لله زكوره دائما معروفه بالامان، تجي مع 4 الصباح، تجي مع 2 ديال الليل، تجي مع 1. زكوره مدينه الامان، مدينه الجد والكرم. داكشي اللي شفتي البارح في الافتتاح ديال الدور 11 لملتقى الفيلم الوثائقي هو صوره لجميع التظاهرات اللي كاينه في الاقليم. شكرا للسلطات الاقليميه والجمعيات والفاعلين الثقافيين، لانه هذا هو باش معروفه زكوره، معروفه انها تفتح الذراع ديالها لجميع المواطنين المغاربه، لاننا تنامنوا بالمغربيه ديالتنا وتنامنوا بالقيم المغربيه ديالتنا السمحه. الله ينصر سيدنا وتبارك الله عليكم. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.